زمن المجيء هو الزمن اللي منحضر فيه لمجيء الرب يسوع، الطفل يسوع أمير السلام. وزي ما بنشوف الكنيسة بتلبس اللون البنفسجي اللي هو الاتحاد بالله واللقاء بيسوع. اللون البنفسجي هو عبارة عن امتزاج لونين، اللون الأزرق اللي بيرمز للبشرية واللون الأحمر اللي بيرمز للإلهي، بيتحدوا اثنين بيكونوا اللون البنفسجي. كثير منا لما بنغلط أو بصير في مشكلة تيجي تعاتبه بقول لك ما أنا بشر. أوكي أنت بشر، بس أنت مدعو لأنه تطلع من البشرية وتوصل للإلهي الموجود فيك. خلال فترة المجيء المرة هاي رح نتعامل مع الكتاب المقدس ونشوف الكتاب المقدس كيف ممكن يساعدنا في تخطي كتير من مشاعرنا ونحولها من البشري للإلهي. كل سنة وأنتم سالمين، وإن شاء الله يا ربي بيكون مجيء المسيح مجيء مبارك مليان بالسلام لقلوبنا وللعالم أجمع.